جدة والبالي لا تفرغ رشيدة. السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم المشاهدين، كديرين ياك بخير، شخباركم كبار وصغار وداخل المغرب وخارج المغرب، وكنشكركم بزاف وسمحوا لينا على الصداع ديال المارشي حيت كنصور في المحل ديال الخدمة، وسمحوا لي بزاف بزاف على الهراج وداك الصداع وداك الشيء ديال المارشي. ومرحبا بكم اليوم معايا، غتشاركوا معايا واحد الوصفة ديال الكبدة بالدجاج ان شاء الله. دابا غادي نديروا كبدة ديال الدجاج مشرملة، الطريقة ديالكم رشيدة، الطريقة ساهلة، الكبدة ديال الدجاج انا غنوريكم كيفاش كندير ليها. بسم الله توكلنا على الله. كاينة الكبدة، كاينة بصيلة مشلضة، بصلة زعما اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها الا كاين بعض المرة اللي ما كنديرهاش، يعني اختيار اختيار على اللي بغى يقويها كدغميرة وصافي. كاينة الربيع والثومة، كاينة التحميرة، البزار، كاين الكمون، سكنجبير شوية، عرق الزعفران عي شوية، كاينة مليحة، كاينة مطيشة ديال الحك أولا شقوق المطيشة، كاين الزيتون أحمر، كاين الحامض مصير، هاد وريقات سيدنا موسى كنديرهم كنسلقها معاهم، وكاين الزيت بلدية بلدية. دابا المشاهدين دابا هاد وريقات سيدنا موسى غنديرهم يتسلقوا معاهم، وشوية ديال هي مغسولة بالملح والحامض، وعاود نسلقها بشوية الخل وريقات سيدنا موسى وشوية الملح غير شوية، كنسلقها ونصفيها وكنقطعها، وعاد كندير لاصوص ديالها نشرملها، وانا غنوريكم كيفاش كندير ليها ان شاء الله. ان شاء الله غادي على بسم الله. هذا الحوم هنايا دايره الماء هنايا، وهذه الكبيده ديالنا غنسلقوها بعدا هي الاولى. بسم الله دابا حنا غنشعلو عليها، دابا غنخليوها تتسلق وعاد غادي نصاوبو الشرمي. دابا غنديرو ليها الخل، سلقيها بالخل وحطي الملح والملحة، وغندير ليها شويه ديال الملحة غير شويه باش كتحيد منها الزفورية، باش كتحيد منها الزفورية ديالها. الكبدة ديال البقري ما كنسلقهاش، و ديال الدجاج كنغسلوها وكنسلقوها، هاد الطريقه هادي كنديروها ديال البقري ديال الغلمي ديال الدجاج. غير ديال البقري والغلمي ما كتسلقش؟ لا كنسلقوها، اللي بغى يسلقها حتى هي كيسلقها، وكاين اللي كيبغي يديرها هكا، كانت جديده زوينه كتنقط الصلصه كتلاحق. ودابا حنا غادي ملي غادي تسلق غنوريكم كيفاش انا غنقطعها، الطريقه ديال الطريقه ديال لاصوص ديالها كيفاش غنصاوب. دابا ما رشيدة تسلقات، هي تسلقات انا غنطفي عليها غنزيدها بالروبيني نعاودها بالغسالة حيت كنطلق عليها الماء كتبرد شوية، حتى دابا هي تسلقات. هي واجدة، هي مسلوقة دابا اللون ديالها تبدل طويسين باش نبدا نقطع فيها. بسم الله محدة سخونة، نقطعوها بنتي هكا، نقطعوها مكنخليوهاش صحيحة. لا لا دي يا
ملي كتسلق كتزيد تغسل وكتنظف كتولي زوينه وفيها لا ريحه ديال الدجاج دابا كتولي بحال ديال البقري. شوف معها كاملة قطع كامل ضيف الصغار احنا قطعنا دابا غادي ندوزو الطنجرة ديالنا حامض صيام باش نحيدو منو ديك ديالو نوجدو غادي نزيدو النشرة ديالنا نديرو باش زيت العود باش ما تحرقش ليا زيت العود نخلو البصلاية ديالنا نخليها الزيت لا أوس واخا تصاوب بزيت رومية بحال بحال غير أنا عندي زيت بلدية درت زيت بلدية غنخليو البصلة تتنزل باش نديرو عليها هذا الرومية هذا دار بلا ولكن انا كاينه البصله خضاريه زوينه على حساب لاصوص والتغميره درت بصله خضراء باش تجيني زوينه فيها دابا بنتي غنديرو كبده هايكمها غنديرو الطوماط والربيع الحمد لله سيد غنديرو البزار الحميره
الكمون، العرق زعفران، والسكينجبير، شوية ديال المليحة عشوية حيت كاين الحامض مصير ونسلو قبل مكترش. مطيش تحط هي اللخر على الولاد، هي اللخر كيفاش كتجي. شوية ديال الماء غتقلى، باش غتقلى جي هادشي كاس كبير ديال الماء هكا، لا تقلى وغطيب باش طيب حتى الكبدة. دابا الما درت جي هاد كاس، كاس ديال الماء كبير، وغادي باش طيب الكبدة، طيب فيها الكبدة. غندير لاصوص ديال المطيشة دابا حيت الكبدة دغيا كطيب. يعني الطبغي غتنشف، غطيب تنشف صافي و نخليوها باش طيب. طيب عاد دير عليها الزيتون. طيب شويه باش نطلق الزيتون. هي الكبده بحال دارت نص طيبه لان من التسلقات تسلقات. دابا الكبده ديالنا كطيب، غادي نخليوها دابا تتنشف صافي. وجدات لينا دابا هي واجده، هي طايبه، طايبه لنا التشرميله ديالها كيفاش جات. بسم الله بقى سخونه. اش علاش درنا ديك البصيله؟ باش كتجي شويه مدغمره من تحتها، كتجي شويه دايره التغميره. ودابا حنا غنحطوها باش نوريو للمشاهدين هي التغميره ديال ديال الكبدة ديال الدجاج. هي لاصوص ديالها بكلشي اللي راه واجدة. دابا غنديرو ليها الزويتينات ديالنا بحال هكا، حتى اللي بغا يلوح الزيتون فيها هي كتشحر يلوحو ماشي مشكل بحال هكا. ونزوقوها بهدا شويه ديال الحامض نزيد بحال هكا. بالنسبه اللي كيعجبو كيعجبو الحامض، هانت بالنسبه اللي كيعجبو الحامض. دابا هذا الطبق ديالنا، الكبده ديالنا واجده وهي سهله مهله، ها هي بالصحه والراحه للجميع. وتمنيت للمشاهدين وبصحتكم وبراحتكم.